فيك. عرفنا بحضرتك. انا اسمي علي ابراهيم من قضاء جبل الدالي. ميت اهلا وسهلا. نحن مبادره باع الحكمه، مبادره شبابيه بتدعم اي موهبه موجوده بوطننا سوريا، بنشجع الشباب، بنشجع اي موهبه موجوده. اللي لفتنا اليوم آلي غريبي للعزف مكونه من اشياء بسيطه، فينا نتعرف عليها؟ تكرم الله ينعمك. هذه مشط. مشط شعر عادي، مشط نسائي. هذا كيس خبز حاصلين، بدي كيس خبز حلو ناعم. حلو. شو بالعزف اللي بيطلع من خلال هذا ال... هذا بيطلع فينا نعزف على مثل اورك. حلو. ومثل عود وبطلع اي غني يعني بلحنها نظامي. حلو كتير. وهذول الموجودين هون هذه نايات. حلو. نايات قصب مشان نطور العالم، والعالم بدل ابدا تسمع موسيقى راح نسمعها بالسوق. حلو. انت ما بتعزف باماكن، بتعزف بالشارع بين الناس. ايوه مشان العالم. وبتبيع نايات كمان. بتبيع نايات. حلو. بتعلم الناس العزف اذا رب قدر. حلو حلو كثير. هلا دائما نحن بنقول بسوريا في مواهب شبابيه كثير بس ما عم يتسلط الضوء عليها. صح مزبوط. فحابين نسمع شيء من هالآلي الغريبي ونعرف الناس على حضرتك. فكره شو حابب تسمعنا؟ هلا سمعك النش العربي السوري. حلو حلو. شارك تفضل. كثير 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 حلو. هذا النشيد الوطني.